مرحبا بكم. اليوم غادي نكتشفوا ونتمتعوا بان سيت اكسيبسيونيل لو بارك ناسيونال ديال واد مسا. هاد لو بارك ناسيونال جا جنوب اكادير على بعد 60 كيلومتر والمساحه ديالو اكثر من 33 الف هكتار. كيف حنايا في قلب المنتزه الوطني لسوس مسا؟ بالفعل، وحنا حاليا كنتواجدوا بمصب واد مسا بقلب المنتزه الوطني لسوس مسا. وهذا المصب فهو كيتميز بواحد التنوع بيولوجي وايكولوجي جد مهم، الشيء اللي ساهم يتسجل هذا المصب ضمن لائحه رامسار المصبات والمناطق الرطبه اللي عندها واحد الاهميه خصوصا بالنسبه للطيور المهاجره. هذا الشيء على الصعيد العالمي من طبيعه الحال. على الصعيد العالمي من طبيعه الحال. واداره المنتزه الوطني لسوس مسا في اطار المساهمه في التنميه المحليه، فهناك يعني واحد المجهودات لخلق مدارات سياحيه للمساهمة في التنمية المحلية. اون افو دي سيركوي ايكو توريستيك. بطبيعة الحال، وفي هذا الإطار فعندنا جوج ديال المدارات، مدار يعني للمراقبة ومشاهدة الطيور المهاجرة، ومدار لاستكشاف الطبيعة. وهاد المدارين فهما كيتميزوا بأن الساكنة المحلية هي اللي كتحاول تقوم بداك الدور ديال لانيماسيون، وهذه هي المساهمة يعني في خلق فرص الشغل بالنسبة للساكنة المحلية. هذا هو المغرب اللي كنبغي. غير نذكركم ان في مسا يمكن لكم تنزلوا في اوتيل لا جون او في قصر مسا، تحصلوا ابتداء من 600 درهم. الرحلة ديال اليوم تسالات، واخا ما سخيتش بها. نتلاقاو قريب دون لو ماروك كو جيم.